الجهاز انت يا اخو ماما ليش تحطينا شورت؟ قصدك تفرج انتوا؟ ايش قد صاركم تتفرجون؟ هلا انا اذا توصل لساعه كل واحد ياخذ الجهاز يحط على القناه اللي بده اياها نص ساعه وينطل الثاني. انا صار لساعه بتفرج وانا صار لساعه ايش هلا ما بي تلفزيون ما بي خالص. يلا ها يلا روح انصرفوا، روح اقراوا، روح ادرسوا، اقراوا قران. يلا العمى هات هذا القلم تبعي. هات لا تكذب لا تبعي. يعني وين تبعك اللي بابا جاب لك اياه؟ هذا هو. مين قال؟ لا يعني اكيد مضيع له تبعك. لا ايش بي ايش بي ايش بي بابا انا عم برسم على اساس بدي اخذ القلم اذا هو اخذه. ومين هو القلم؟ لا اله وهو مضيع تبعه بده يضيع لي تبعي. انتم مو قلنا لكم حطوا على القلم احرف احرف اسمكم لصقوها؟ بس بابا ليش انا ما وانت اللي هذا قلت لي هذا اله. انت وين قلمك؟ هذا هو. شلون هذا هو؟ انا قلت لي اللي ملون اللي هذا دينا بينه اورنج تبع قلمك الباقي ويني ضايعه؟ هذولك ضايعين اما هذا ما ضايع. لا من ضيعت هذوليك معناته مضيع هذا معناته قلمها. وانت انطيه خليه يرسم شوي. ما في. وبعدين ارجع لك اياه. ما في. انا اشتري لك بكره ما تصبر لبكره؟ لا ما بصبر. بدي اصبر لبكره. انا اجيب لك واحد انطيه خليه يشتغل بيه. لا ما تعطيني اياه الا حاخذ هذا. لا ما دخلنا. هاتوا هات هاتوا الاقلام اثنيناتكم ما ظل بي لا رسم ولا تروي. روح اشوف لكم شغله ثانيه. يلا يلا ما عاد بي ظلوا متكاومين. العمى رجعتم لي راسي اربع حبات من هذول قام اشرب باليوم. يا الله انا جيت اول انا جيت بعد دخلنا جيت بالاول ما دخلنا انا جيت وقعدت ما دخلنا. لا والله انا بدي اقعد ما دخلنا. صار لك زمان قاعد من امبارح انتوا قاعد لبالليل. ليش انت شو؟ والله ما قعدت بتضل هون قاعد يوم كامل. لا تكذب لا تكذب لحتى يخلص الايام. ما بدي ما بدي اقوم ما دخلنا. ايش بي ايش بي كل يوم مشاكل مشاكل. يا ما دخلنا انا والله عمر الى من امبارح من الصبح لبالليل قاعد هون. خليها تقعد شوي اختك. لا كل ساعه هون هي قاعده. انا هلا اجت هلا اجت. هي تقول لك تو اجت وانت تقول لا ما عاد نعرف منو الصح ومنو الغلط. الى متى بدكم تظلون مشاكل مشاكل؟ ولا تعبتمني؟ ما بدي اقوم. يعني تظلون انتم الاثنين مثل زنقه ورنقه بس مشاكل ترى ولا تعبتمنا؟ روحوا يلا ما حد يقعد على المرجوحه. انا راح اقعد عليها يلا. ولد تعال هون تعال 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 انت وياها. عم تضرب اختك اليوم؟ تعال هون انت وياها. ما عاد لكم قاعده عندنا بالبيت خالص. لانكم وجعتم راسنا يعني ما ظلنا شغله وعامله غير ميره وعمر ميره وعمر برا البيت. تروحون برا البيت ما باخر مره. صار مليون مره تقولون اخر مره. روحوا البسوا واطلعوا ما بي اكل. خذوا اكلكم معاكم ونزلوا. يلا خذوا اكلكم معاكم ونزلوا. يلا العمل لا اطردهم من البيت تا يرتاحون. كل منك انتم مشاكل. ترى لو ما عمل انت المشكله كان بابا ما عمل فينا هيك وطردنا من البيت. لا الحق عليك. روح جيب الخبز وخلينا نروح. شوي نشوف هلا شلون بدنا ناكل. كله بدنا نحن شو دخلنا؟ مشاكلك البايخه لانه لا انت ليش هيك عم تعملي؟ ما دخلنا والله. روح عم تعملي هيك. رايك ناكل بالكراج؟ لا والله ما بدي اكل بالكراج. انا بدي اطلع على الهواء. انا حره. بابا ايه وين عمر وميرا؟ طردتهم برا البيت. ليش؟ صرعونا صرعوا الدنيا. ما تشوفينهم كل يوم مشاكل مشاكل؟ عود هون لشوف. ده نقعدهم ما حدا شايفنا مشمان. الله يغفر الله. يعني شو هالغباء؟ يعني كله عن شو دخلنا؟ كله من مخانقاتك الزفتة. انت كمان. اخ وجعولي راسي وجعولي راسي. طيب بابا وين الحل؟ يعني هيك رح يضل الله بالبيت مثل متشردين؟
لا انا عم اعاقبهم هلا ساعة زمان واخليك تنزلين تجيبينه. كودي شو دخلني يا رب الله هاي بدها تكفيني؟ يا كان هدول كلهم ايه هاتوا خذي. استغفر الله العظيم عامل حالك اكبر وحدة من مشاكلك. ترى لو ما عملك كان بابا ما عملنا هيك وطردنا من البيت. بس ده يتعلمون انه ما لهم غير بعض، يعني هلا لانهم بالبيت يحسوا حالهم انه لازم يضلون مشاكل، خليهم يطلعوا برا البيت منشان يحسوا بالحياه الصعبه، يروحوا ياكلوا برا البيت يشوفوا ايش يصير معاهم. ميرا بتعرفه انا ما بصير هيك اعمل فيكم انت واختي الكبيره انت وكوكي، لان رحنا وياك اخوات. الحياه تعلم. اتركيهم اتركيهم ساعه زمان ساعتين زمان، بس اجل لين انا انزل اجيبهم او ابعثك. اسف. حس أنا كمان حالي بالغت إنه عليك، لازم أنا كمان إنه أكون حنونة عليك لأنك أنت أخي الصغير. بابا حطن بغرفة لحالي مشان يتصالحوا مع بعض. ما مستحيل مستحيل. أنا كمان آسفة. حطيتهم بغرفة لحالهم، عاقبتهم من المصروف ومن الأكلات الطيبة ولا حياة اللي ما أنتوا نادي. طيب وبعدين؟ الله لا مو المشكلة، يعني أنا وياك صالحنا شلون بدنا نصالح بابا؟ والله بابا ما حق إنه يعصب علينا فعلا. بدي أحاول أقسى عليهم أطردهم شوي برا البيت لعله وعسى، وإن شاء الله ينصلحون إن شاء الله. أنتي أختهم الكبيرة لازم تظلين تعلمينهم، قولهم حبوا بعض، أنتم أخوة ما إلكم غير بعض. مشاكل تمام مشاكل بكل بيت، بس مو بهالشكل هذا. لا فكرة. شو رأيك نطلع؟ لا ندون الجرس، إذا كوكي إجت كنت تساعدنا وتخلينا نرد بابا. ما بعرف نطلع. تخلينا أول شيء نخلصه. عياط عياط عياط، نصرع راسنا حتى الجيران طلعوا علينا. روح عملي لي فنجان قهوة. روح يا كوكي الله يرضى عليك يا كوكي. والله هلأ بس ندون الجرس بلكي بتطلع لنا كوكي وتساعدنا بشي شغلة. ليش كوكي بتعرف الموضوع؟ ما بعرف بلكي فتح لنا بابا. طيب مين كانت طلعت لنا كوكي نقول لها كل هالقصة إذا كانت ما نعرفاني؟ أنا بقول بتعرف لأنه كانت قاعدة جنبنا. إيه يلا تعال نروح نجرب. وين بابا؟ سطح جوا. ترى عن جد بابا معه حق يعمل هيك فيكم. طيب نحن رجعنا بنتأسف لبابا. شو؟ نتأسف لبابا لأنه رحنا وميرا اعتذرنا صالحنا. طيب هلا بشوف سوينا سطح. مين دق الباب؟ دول عمر وميرا جايين عزيزين. أجو ميرا وعمر؟ بدهم يعتذروا منا. ايش هو قلت لهم؟ قلت لهم انه بابا كثير معصب ومعه حق انه هيك يعمل 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 فيكم. اجا قالوا انه ما عتن وما عتن هذا. فوتيهم قلهم خليهم يجون تاشوف. كيف بصوت واطي ومثل ما اتفقنا تحت هيك بدك تحكي. رجعتم على البيت يعني؟ ايش رجعكم وطردتكم؟ بابا نحن عارفين انا عمر عرفنا غلطنا ما عادش تسامحنا. انا من شانكم يا بابا، انا قام اعمل هذا الشيء كله من شانكم، لانه انتم حاليا صغار وعم تتخانقوا، واذا كبرتوا ايش تصيروا؟ اذا نحن متنا انا وماما بعد عمر طويل، يعني تروحوا كل واحد بحياة تتركوا بعض؟ الاخ لازم يكون سند لاخوه. عرفتم؟ تراضيتي انت وياه؟ عرفتم اخطائكم وين؟ لا تضربوا بعض، وانت لازم تحترم اختك الكبيره، وانت لازم تحني على اخوك الصغير. تمام؟ يلا الله يرضى عليكم. تبوا على حالكم، وانا بدي اياكم تكبرون تصيرون سند البعض. انتم اولادي واحبابي. انا اشرحكم.